السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من مست سيرفايفل. ابتديت هذا اليوم الساعة 5:55 حتى اني ارويكم شراقة الصباح في هذه اللعبة الجميلة. شكرا على دعمكم واللايكات اللي جتني، والله في الحلقة الأخيرة ما وصلنا الا 600 مشاهدة تقريبا، وانا اصور هذه الحلقة وحصلت قرابة 100 لايك، فشكرا على لايكاتكم ودعمكم وكومنتاتكم الجميلة. اوكي، عرفنا الساعة 6 بالضبط تشرق الشمس عشان اضبط وقت النوم. قبل اصور هذه الحلقة يا شباب جلست لي ساعة ارتب بعض الامور، واخيرا بتقولون لي خففت على السيارة، راح ارويكم اياها بعد شوي. نزلت هذه الصناديق اللي شبه تعبت، وصيتها هنا على اساس ان هذا الميديك خصصته، وهذه شوية امور راح احتاجها بما اني بطور نسوي سبريت تقريبا. هذه كانت متطلبات تطوير الورك بنش. هنا عندي 2 من البواجي، اما باقي الامور حق السيارة راح ارويكم اياها تحت، وفيه بودر وشغلات نادرة. هذا اللوكر بعد نزلته من السيارة فاضي، وعندي هذا اللوكر الثاني ما نزلتهم كلهم، قلت بعبي الفاضيين وبعدين راح اجي. الورك بنش لتطويره ليفل 3 يحتاج 4، وين الرابع يا ولد ضيعته، و15 من السكراب، ناقصني 1 من التول. التول ما وفي صندوق بعد واحد هنا فاضي نزلته من السيارة. التول الاخير الرابع هذا ان شاء الله نلقاه، رغم اني صراحة جلست اقول لكم فريت بالاغراض كلها من كثر الانتقادات اللي جتني على السيارة، قررت اني اخفف اخيرا عليها. خليت بس هذه الاربع الكرات، اغلبها اسلحة وشغلات ممكن احتاجها، المولوتوف والفيوز اللي حصلناه بعد الهجوم على البوس في الحلقة الاخيرة، وبطاريات وشغلة والاكل، يعني شغلات مهمة واسهم وكذا. هذا فاضي خليته بالسيارة، وهذا فاضي لين ما اعبيهم او احتاجهم هذيك الساعة بنزل الغريضات الباقية. هذه هم 3 ترى. طيب الشمس لسه ما شرقت صراحة بشكل كامل، خلنا نعطيها غفوة ساعة. اوكي كذا الاضاءة افضل، فمثل ما تشوفون يا شباب يعني ترتيب لكم عليه، جلست والله ساعة بس انزلها من السيارة بس عشان تكون الامور اوضح. هنا طاولة الطعام رصيت فيها الاكل على اساس، وهنا الماي البروكلي والجزر، في جزر اختفت اقسم بالله اني حطيتها هنا. اوكي اللعبة شكرا شكرا، في جزرة وحيدة معي على اساس اني بطبخ، خربت الخطة اقسم بالله اني احط. دقيقة يا اخي، اي والله راحت. الظاهر ان 6% هذه اذا خلصت مفروض اني احطها في الثلاجة ممكن، لان فيه من المباني ثلاجة، فاذا الوضع كذا والله بحطها قبل يختفي البروكلي والاكل الثاني، ففيه واقعية يعني ان الاكل يخرب. هنا شوية طابوق، هنا سمنت، هنا تواير واثنين بطاريات، يعني سيارة كاملة بالنسبة للتواير وبطارية والثلاث مكاين. لا تسألوني كيف جبتها، صار في جلتش والله وانا انزل قامت تتكرر عندي المكاين، فقمت اكتشف شغلات غريبة في اللعبة صراحة، وحاولت اسويها مرة ثانية ما ضبطت، ولا كان بينزل لكم مقطع حصري كذا جلتش كيف تكرر الشغلات. تعرفوني عاد يا حبي الجلتشات. تعال وين رايح؟ الجير مثل ما تشوف حذفت الكام على اليمين لاني ناوي اليوم ودي اغطي المباني. تأخرت كثير أدري في موضوع المصانع، فموضوع الماي هذا نسيته أنا في البيت الثاني، بنروح نجيبه. في عندي جنريتر التراش هنا مش مهم، هذا بخصوص مواضيع الأكل لسه ما أحتاجها حاليا، أبغى أشوف الشغلات اللي تطول فأبغى أبتدي فيها. أذكر في مصانع قلتولي اللي هو اللي يصهر تقريبا، هذا قلتولي مرة ياخذ وقت، فبحاول أني أبتدي فيه. يحتاج 18 ستون يا رب أنه عندي، واثنين 18 ستون اتوقع عندي، يب عندي كافي، واثنين من الكومبوننت. والله ما فكرت صراحة وين تكون هذه المصانع، اتوقع يمديني انقلها بعدين، فما في اشكالية من الناحية هذه، ممكن اخليه في هذه المنطقة. جميل، ممكن اخليه كذا في الزاوية ونحشر في شيء جنبه كذا. طيب ملت ماتيريال، يا ساتر يا الصوت. تايم يحتاج وقت، ايش الفاليو ايش اللي اصهره؟ طيب الكومبوننت يعطيني 3 من ايش هذا؟ ما ودي صراحة احط 3. طيب 1 2 يعطوني 1 1 يعطيني 1. اوه كل 2، اوكي عرفنا الوزنية. نسوي ملت نشوف الوقت، خلاص لسه باقي، اتوقع لسه باقي احتاج وقت. طيب هذه ممكن احتاجها في المباني الثانية، راح نشوف هذا الشيء. هذا يمديني اسوي لها ملت؟ لا، مش كل الشغلات يمديك تسوي لها ملت. اتمنى ان هذا المصنع يعطيني الرابعة، القطعة الرابعة اللي نحتاجها في تطوير الورك بنش. الاسلحة طيب ما يمديني اسوي لها ملت للاسف. بالنسبة للمنظار يا شباب هذا حطيته بحيث اني ارويكم، للاسف حتى الامفور ما يمديني اركبه عليه، يعني جربنا كل الاسلحة في اللعبة حرفيا، المنظار هذا للاسف ما له لازمة. ستان تورش يا اخي هذا بيفيدنا بالاضاءة، نحتاج 2 ستيك
ممكن اخليه في الغرفة فوق لان الوضع مظلم جدا في الليل، او اني احطه في الزوايا البيس هذا ونبدأ نرتب البيس اليوم. بالنسبة للخشب هنا اصلا في اللعبة نفسها في الماب موجود هذا الخشب ما اقدر احركه، فخليته مكان الخشب. لما تبون نجمع الستيك هنا في هارد ستيك وفاير وود. اوكي البرانش هذا اللي احتاجه لصنع الستيكس، بس اتوقع لازم اروح للورك بنش عشان احوله الى ستيك. يب طبعا ريشل هذه يا شباب عندها خاصية بعد شوية راح اروريكم اياها. الستيك هذا هو حلوين، هذا الاربع ستيك نحتاج برضو مثل سكراب عشان نسوي التورش. ممكن اخليه عند الدرج مثلا من باب التجربة. واحتاج السكين، اوكي السكين موجودة هنا. توني مرتب الاغراض فاتذكر اماكن الشغلات غريبة وش تحتاج السكين فيه. انجوت نو فاير ستارتر فاوند، احتاج فاير ستارتر اللي هو حطيته عند الطبخ هذا هو، لايتر فلويد، وعندي ماتش اللي هو الكبريت تقريبا، فما ادري اي واحد يحتاج. خلنا نشوف، اوكي عندي ماتش. اد فيول بعد، يحتاج فيول، يا الهي فيول اللي هو البنزين. يا الربع والله ضيعت الجريكان اللي تعبي فيه البنزين، ما ادري وين اخر مرة استخدمته وضاع عليه. بس يمدينا نسوي كرافت الواحد جديد في الورك بنش، عسى هذا الموتر فيه له بنزين. صفر على حظي. طيب مو مشكلة، راح نشوف هذا الموضوع بعدين. طيب عزيزنا خلصت؟ اي والله خلص. شوف كانت في علامة نار هنا، تقريبا مسألة نص ساعة يخلصه. وش يعطينا؟ لو كواليتي متل انجوت، يقول لك استخدامه للأسلحة ومتل اكويبمنت، المعدات الحديدية تقريبا والأسلحة. طيب سكراب هذا يمديني برضه يعطينا نفس الشيء. اوكي او حتى السكين، حلو حلو حلو. يعني بعض الاسلحه ممكن تصهرها، السكين لانها حديديه الظاهر. طيب هذه الشغله الاولى وعرفناها، نجيب اللو كواليتي مثل انبوت. اوكي الشغله الثانيه اللي هي الورك بنش عندنا فوق، البلاك سميث بليس، هذا نفس الشيء الفرن بس موجود داخل، نفس الكلام هذا مكتوب فيه، بس هذا يحتاج مسامير، مسامير والواح ومنشار. كل شيء عندنا ما عدا المسامير والالواح تقريبا ممكن تنقص. خلنا نشوف اول شيء موضوع المسامير. والله الورك بنش هذا كله ودي اني انزله لو بينزل معي لانه سالفه تطلع وتنزل، بما ان الشغلات هذه كلها مخليها فوق. تعال صح ليش ما احط المصانع فوق؟ دخلها عندي. خليني ارويكم معانات النقل، لانه حتى الشغلات اللي نقلتها تكفى. هذا وضعك يوم تنقل من بيت لبيت يجيك كنب كذا يعلق في وسط البيبان. استغفر الله العظيم تبينا يا اخي انقل يرحم والديك. ايوه هذا اللي يبيلها والله اثنين باكستانية يجونك يطلعونها ما تدري كيف غصب. ايوه يا اخي والله حاشرني هذا المصمم، مصمم اللعبة يقول لك والله ما يمديك. كنترول ايش تك. ايوه ايوه يا سلام. اوكي الشغلة كان يبيلها بس روتييت. يا طيب انزل معي. ايوه ارمي ارمي من هنا بعد هناك كذا طيري. يا سلام والله شكله اجمل هو تحت. خلينا نحطه مثلا في هذه الزاويه كذا، احسه نفس المساحه. اوكي طيب يا جميل ايش تطلب المسامير؟ هو يحتاج واحد واحد ويعطيني 16. والله موضوع المسامير جدا جدا سهل. تدرون فيه مسامير لقيتها ملوتها محافظ عليها والله مزبنها مع الشغلات النادره، طلعت شغلة جدا تافهة. اوه عطش اللاعب، والله يا بتعطش كثير اليوم، راح نفرفر فيه الموتر ما راح نستخدمه كثير. طبعا انا قلت لكم موضوع الاكل هنا رصيته صح، البروكلي والشغلات ظاهر نسيت. وهنا بس غرشة الماي والشغلة هذه البوز اللي تسطلني عشان اشتغل صح. الوود هذا تكفى عطني كمية كافية. في وود سكراب اتوقع يمدينا اصلحها، في 8 16 وكم كان مطلوب مني؟ مطلوب مني 20. طيب الوود سكراب هذا ما ينحسب؟ اي والله ما ينحسب. طيب السكراب هذا ودي اصلحه. طيب الالواح هذه اللوجز ايش ممكن استخدمها؟ يحول لي للاسف هذا مو بكافي. اوه هذا السو ماشين يقول لك ريديوس ورك تايم، يقلل من وقت ايش؟ وانكريس لمبر، هذا يعطيني اللمبر بس يحتاج اثنين من الجير. هذا بيكلفني اني ما اقدر اطور الورك بنش اللي موجود هناك، فهذه تضحية. بنحتاج اثنين من الالكتريك بارت وعندي منها تقريبا اربعة. اصلا الورك بنش احنا
لو طورناه وش راح يجينا؟ راح يجينا تشين عندي، وهنا ما في شيء جديد. الأسلحة ما أحتاج إني أصلح أي شيء، فيب بضحي بهذا الشيء. ما هو بالشيء المستاهل صراحة التطوير. التطوير الثالث هو الأخير. بالنسبة للتشين، هذا هو التشين. Crafting material part of repairing chainsaw. يعني تحتاجه عشان تصلح التشين. سلاسل ما أدري وش استخدامه صراحة. هذا المذر بورد اللي نحتاجه أو الإلكتريك بارت. هم الثنتين الوحيدات اللي عندي. الوضع فيه لتضحي والله يا شباب. بما أنها شغلة خشبية، وش رأيكم نخليها هنا يعطيني اللمبر؟ وخر هذا شوي. هذا السو ماشين خله في هذا المنطقة. ستارت بيلد. أو شت 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 سالفة. هبة الرياح. ما هو بمست بس مطر. حلو تعطيه اللوكز. يا سلام، هو ده المطلوب. يا شو اسمك سكوت؟ يا سكوت يا اخي، وضع المطر عجيب صراحة. بنقص الصوت عندكم بس الامور طيبة. شوف الدخان كيف بدينا تلويح. اساين وورك كت داون تري يا قلبي. خذ لك ساعتين اجلس قص بيك اب لوكز. لا اشوفك، توكل على الله. فهمنا وش سالفة اللوكز. ما يمديني من كثر اللوكز اللي معي ما يمديني اركض. يا ساتر، سبحان الذي يسبح الرعد بهمده. شوف التور هناك فوق، والله انه رهيب المطر. جبنا لك ثلاثة. عطنا، هو بيسوي لي اياه على واحد واحد ويعطيني ستة في كل مرة. خلى 18 بياخذ نص ساعة ونفتك من المطر. يمدينا نشغل واحد عليه بس ما ياخذ وقت. يا سلام يا سلام يا سلام، شغل نظيف. توني كنت اسأل عن الموضوع الاكل، والله فيه جوع شوي. المطر شكله مطول يا الربع. ما ودي اخذ غفوة لانه خلاص اصلا ظهر، ولو مشيت الوقت بيصير الوضع ليل. الجنريتر موضوع كهرباء، فأوف يتطلب 6 من الجير. الجير هذا لازم اشوفه شلون اصنعه. ناقص 3 ستون. ممكن تفرفر كذا وتلقى الستون. صراحة المطور ما هو بمقصر في الستون، لكن موضوع الاكل للامانة انا اشوفها انه مبالغ فيه. ادري اذا تخالفوني بهذا الشيء، بس الاكل في لعبة سيرفايفل يعني مفروض انه يحشرني احط شوف انا ساحب الحين خلاص شبه مختم، فباقي لي بوس واحد. باقي لي اني ارتب هذا المصانع حتى اني استكشف اللعبة واغطيها بشكل كامل، في نفس الوقت اشوف لي صرفة للرصاص، لان عندي مواد اقدر استخدمها لصنع الرصاص، والرصاص اللي عندي مو بكافي والماب كله ملوتة، فالرصاص فعلا فيه مشكلة. يا ساتر يا عيال، وش ذا؟ هذا كان مفروض اني ارصه في هالمكان من غير الفيورنس، صراحة توهقت فيه. نحطه هنا. شوف الذيبان يقصقص. كفو، ان شاء الله ان المكان هذا بكفيه. يا شباب اي احد يبي يبدل تواير عند الموضوع. حسيت اني بنشرجي والله. ايه شوفوا هذا المباني اللي تحتاج الواحد منهم كان يطلب بلو برنت. والله خون الحين يوم جيت اصور يعني. اوه تعال الكلب هذا لازم ارتبه، لازم اشوف له. اصلا وين الكلب؟ والله ودع يا عيال، والله ودع. اصلا احنا من خاوي الكلاب. قهر والله قهر. جاني انفصام في الشخصية. بروح بروض ذيب وبربيه. عندنا كلاب احنا. يقول لك الشياطين ما تدخل في البيوت اللي فيها الكلاب. لاك سميث بليس هذا هو. يا الهي يا الهي، والله دخل في البطارية. كم ياخذ؟ 4 ساعات. احتاج السو والهمر. اخيرا راح استخدم السو. تكفى وينك هذا الهمر. والله مصيبة مصيبة لو ما لقاه. في اسلحة ثانية. ايوه الحمد لله. هذا الاسلحة الثانية، هذه الخربانة، الفرد خربان، وهنا تقريبا كي او يتحول مفور، وهذا شدقن. كل هذه الاسلحة يمديك تصلحها. في شغلات نادرة جدا زي هذا ايمينج ليزر، بس ما يتركب على اسلحة. في شغلات، شوف زي هذا كي درام ماجزين. هل في سلاح لسه مستكشفته؟ ما اتوقع. ما خليت مكان في الخريطة يا عيال. والبوس الثاني جاني كومنتين. كومنت واحد يقول لي بعد الفاكتوري في طريق سري. الفاكتوري هذا يقول لي بعد الفاكتوري في طريق سري، يعني ممكن في هذا الاتجاه وممكن في هذا الاتجاه. وفي كومنت ثاني قول ثاني من العلماء اختلفوا. بعد النفق بعيد شوي، خله بعدين يعني. ما ادري. اوف جانا المست جانا المست جانا المست.
عندي اثنين يحموني ولا دخل ليل. والله شكل الاثنين في واحد. الله يستر. انا ايش فيني ركبت الموتر؟ ايه صح ابغى اشغل. وين الماي؟ وين الماي؟ الشرب. اوه الماي قرب يخلص، لازمني اروح استعجل. الله ينكبك والاثنين اللي يحموني. الحمد لله الامور طيبه. بس على فكره سمعت ضربات الموتر، والله من الخرش ان ضاعت يدي من الدبليو والاس والدي، ما اقدر اتحرك. المشكله رفعت الصوت زياده، ابغى اسمع صوت المست، هل في مست ولا لا. مت الله يخرب بيتك. ايه انا قلت هذه الحلقه بتكون استكنان ما فيها خرشات، والله العظيم انها في بالي كذا، بس يطلعون لك من انا بقايل. لسه الساعة 8، الزومبي مستعجل جاني بدري. الحين بوزنها على الساعة 6 بالضبط. خلاص اعوذ بالله اسكنهم في مساكنهم. خير يا بنت الحلال؟ ايش في؟ شوفوا الاسلحة اللي معطيها اياه. وش سوت؟ والله يا ان ودي افقع هالوجه. بعدين عندها ميزة لو تلاحظون. هذه الميزة اللي اقول لكم عليها، انها تمشي وتثبت الشتجن باطراف رجيلها. هذه الميزة والله ما شفتها عند احد في العالم يعني. شوف. وبعدين ايامها خرافي يعني. حشرتها داخل الغرفة، ما يمديها تفتح الباب. تعال صحي بتفيدنا. بس قبل ما كانت محشورة ولا سوت شيء. اطلع اطلع يا بارك الله في هالويه. يا اخي استهبل، يعني الفرن هذا كان ليش مسويه؟ اذا في فرن ثاني نفس الوظيفة. تكفى لا تستهبل تكفى. طيب الاثنين هم نفسهم يعطوني واحد، والله نفس الشيء. كذا تزعلني المطور اقسم بالله. بس هنا في فورج. اوه هذا يمديني اجيبه يا عيال وانا مستانس مزبنه فوق. مورتل. اوه لا بالجير. حلو، اربعة يعطيني واحد جير، يا سلام. طيب هذاك وش فايدته؟ كم وارد خذ مني؟ خذ مني 18 ستون فدوة يا رجال. 18 ستون فدوة، الله يخرب بيتك. الحين خلنا نصهر، كم يحتاج؟ يحتاج واحد بس، يحتاج ثلاثة من المتل. احتاج اني ازيد اصهر الشغلات هذه حبة واحدة. والله جميل صراحة يوم تروح وترجع كذا بالبيس تحس انه في شعور. وات؟ قبل شوي كان. ايوه ايوه لا تستهبل لا تستهبل. اوكي هذا بيعطينا ستة، ما احتاج كل هالكمية انا، احتاج واحد زيادة بس. ايوه ملت، بياخذ وقت. فهذا شغلات اللي اتكلم عليها. هذا خلصنا، هذا خلص، هذا خلصنا منه. مون شاين ستيل يقول لك تول فيرمنت اند ريفاين الكحول، والعياذ بالله وش نبغى بالكحول؟ هذا اكيد بيسوي لنا مولوتوف. يحتاج غرشتين سكراب ستون. ستون ماشين حطيناه. ريبير بنش، شوف هذا اللي اتكلم عليه، يحتاج اثنين جير. هذا بيعطينا تولز. في هذا بعد الاخير ريلودينج بنش، هذا عيال جدا مهم. انا ادور الشيء اللي يعطيني البيكاكس، هذه احد اهدافي اني اسوي البيكاكس. فان شاء الله انه يا هذا يا هذا. هذا بيحتاج كوبر انجوت، مستحيل مستحيل هذا يعطيني بيكاكس، لانه اصلا يتطلب انه بالبيكاكس اروح اكسر واجيب له الكوبر. بخصوص الايرون يا عيال، احد الشغلات برضه عندي اللي مخزنها فوق فيه ايرون، هذا هو ايرون اور. فالايرون اور غالبا في مصنع يحول لك اياه الى ايرون انجوت اللي كان متطلب قبل شوي. نفس الشيء الكوبر، الظاهر يوم اروح اكسره بيكون شوف كيف بيكون كوبر انجوت شيء زي كذا. عاد ايش المصنع هذا اللي انجتهم؟ والله ما ادري، لازم اجرب الكل حتى اني اتاكد وش اللي يعطيني البيكاكس. مستحيل هذا يعطيني البيكاكس، والله اني فاهي، والله اني فاهي. اقسم بالله يا شباب استوعبت ان الحداد، قلت مستحيل يا اخي يمكن في قائمة ثانية. شوف الاسلحة هنا يمديك تسويها، يعني تصنع السلاح. اوه ماي جاد، يتطلب ثمانية لو كواليتي. كيف نسوي هذا؟ ها هذا يمدينا. حلو 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 حلو. والمطرق يمديك، وسلج هامر يمديك، ايرون انجوت هذه مهمة جدا، بس يحتاج لها الشافل هذا للزراعة. موضوع الزراعة هذا يا سلام، هذا اللي يمسك البارود داخله وحق الطلقة. فهذا للشوتجن، وهذا الرشاش، وهذا تقريبا للفرد، وهذا للسنايبر. كلهم يتطلبون واحد واحد اللي هو براس انجوت. وشلون نجيبك لو كواليتي؟ لو كواليتي خلاص هذا حلينا مشكلته، بس يتطلب وقت مثل ما تشوفون. والله العظيم انه كان الشباب يقولون لي حط المصانع في البداية، حط المصانع في البداية، بس ما اسمع. حتى هذا في قائمة ثانية. يو
ايوه ممكن هذاك ما في الا القائمه هذه، مديني اصنع باندج. يا ساتر البودر هذا عندي هنا، احتاج هذا عشان اطحنه. يا سلام الحين بديت استوعب السالفه كلها. الدوغ تاج يوزد فور تشينجينج بيت نيم، يمديني اغير اسم، ايش كان اسمه والله نسيت اسمه. مولوتوف، هنا المولوتوف. اجل هذاك وش فايدته من المصنع الثاني؟ لازم نجربهم كلهم يا عيال. هذا القائمة اساسا الدراي ميت، اني اصيد السمك بعدين املحه. اوكي بجيب الملح واللاشنج وبجيك والسكين. هذا الملح وهذا اللاشنج يا طول العمر، والسكين معي. كرافت يور سيلف دراي كات فيش. خلاص الحين مملحه ما تخرب، كان المفروض اني افطر عليها بس ما توقعت انها تخلص بسرعه. جميل بنشوف كم راح تعبي. بس هذه القائمه اتوقع كان يمديني اسويه هنا دراينج راك، اني انا اعلقه. يا اخي في شغلات تحسها مكرره. دقيقه ودي اشوف انا هذه القوائم اللي قبل شوي هناك هل موجوده؟ اي والله موجوده هنا. هذا الدراي ميت اللي لو صدنا الدب يمديك تحوله. على كلام الشباب في الكومنتات ان الصيد هذا جديد ما كان موجود في التحديثات الماضيه، يعني قبل لا انا العب اللعبه. حلو الصهر خلص، هذا مفروض انه ما يوقف لاني احتاج شغلات كثير. قبل لا اشغله بحط لي كميه، ما ودي ينقصني من الاغراض هذه. اوه في كشافات، الكشافات تحتاج ماذر بورد. هذه ثلاجه، هذه ثلاجه يعني تحتاج ثلاثه ماذر بورد، واحد جير، ثلاجه متطوره، وهذه ثلاجه 10 سلوت وهذا 20 سلوت، شكلها اجمل. فظاهرنا الاكل زي البروكلي والجزر. لا يا سلام هذا لو جيت اخذته من اللعبه بحط له السرير هذا وبنام النومه اللي ما يقوم بعدها. اختفى. اي والله انه يختفي يا عيال، شوف البروكلي اختفى. اتوقع يمديني اطبخ الحال البروكلي، يحتاج بوتيتو. بوتيتو اختفى، تذكرون البوتيتو اللي كنت احطه هنا؟ اي والله اختفى. معوضين خير. البروكلي هذا ممكن يوم اغزي احصله، هو الجزر هذا المصدر الوحيد اللي حصلته. طيب على بال ما يخلصنا الجير خلنا نكمل هذا القائمة. اول واحد ليه سحبت عليه ستم؟ هذا يقول لي يقلل الوقت اللي يشتغل فيه له اخوينا هذا اللي يقطع في الاشجار عشان يجيب لك فاير وود اكثر. جميل، يتطلب 2 لوجز، بسيط جدا. ودام السالفة متعلقة بالخشب فخلنا نحط اياه هنا. ستارت بيلد، نحتاج الفاس، الفاس والسيمان كلها في السيارة. عشت دور البيس والله. حلو انتراكت، هذا يعطينا الفاير وود. ايوه ايام بنشت. هذا اللوجز بعد ما يكسره من الاشجار يقصقصه هنا، واذا تحتاجه يتحول الى البلانك هذا تدخله هنا. جميل جميل، شغل نظيف. طيب ايش باقي عندنا في الورك شوب؟ التاننج راك، هذا برضو كان موجود في ستراند الديب اللي حولنا من الجلد العادي الى الجلد المعالج. نحتاج 4 من الود ومسامير. شوي يا عيال نسبة الأكل هذه، حتى السمك نقصت، بس أتوقع أنها تنقص بنسبة أقل، يعني ما يخرب الأكل بسرعة، لكنه في النهاية يخرب. مو اللي خلاص ملحته اللي ما راح يخرب. حلوين، الحين يمدينا نسوي أول جير، نخلي شخص يسويه، اللي ما منها فائدة هذه. الحمد لله أن ما أشغل نفسي في موضوع أكلهم. ما أتوقع أنهم يأكلون من الأكل اللي أنا أجيبه. هذه كارثة بتصير. كهذا خلص. خله يشتغل على 12 مرة واحدة كذا يفكني من السالفة هذه. التاننج راك ممكن برضه، شوف شكلك. اوكي صغير. خليه هنا. ما يحتاج اي تولز. جنرال مست. النومة، النومة. لا تناقشني. والله لا تناقشني. برويكم الراك هذا بعد شوي. نحشه. سكر بابك يا طول عمر. الساعة كم الحين؟ الساعة 10 الصبح؟ يا صباح المست. المشكلة تقديم الوقت ما هو لصالحك، الأكل والعطش. اوكي ساعتين والسلام عليكم. ايش ناقصين؟ أكشن. انتراكت. وش يعطينا الحلو؟ هنا اللاشنج. هنا يا شباب الوود سكراب اللي قبل شوي ممكن أحوله. يعطيني الوود اللي هو البلانك هذا. شوف التسميات فيها إشكالية. المطور سكران. اللوج هذا اللي اسويه هناك برضه هذا يسوي لي اياه، ونفس القائمه كلها. يا اخي عيب عليك، والله عيب عليك. انا دخلت مكان ثاني بالغلط، والله شيء يقهر اني مخسر مواد في 3 مصانع، ونفس الشيء يصير في ذاك وفي ذا وفي ذا. غبنه. والله غبنه.
بالماتيريال اللي جالس اخسر انا في كل مره، جالس اجمع بالموت. خلنا ارويكم الجلد المعالج، هذا هو. عندي 5 حبات ليذر، درايد ليذر ريدي فور يوز. اوه خلصت الاماكن، والله ودي اعطيها سنايبر هذه. اوه وات مقابلني تاور. لا هذه المدينة اوكي، هالمدينة كلها جيتها. هذا السنايبر اللي عانيت معه وكنت هجول المؤتر لما هناك بعدين ارجع هنا. بس صراحة عمود الكهرباء هذا ما اتذكره. في تكمل الطريق فوق يا عيال، تكمل هذه ما جيتها. اي والله ما جيتها، اخذت السنايبر ورجعت. عرفنا رحلتنا الجاية. بعدين يبين من هنا عيب يعني ما ازوره. هل فيه مبنى ثاني خليته قبل لا نسوي البيكاكس؟ المون شاين هذا، غرشتين وثلاث صخور ناقصتني. ريبير ممكن نسويه، ممكن نسويه، نحتاج هذا. هذا ما نقدر، يعني باقي لي مصنعين. هالمرة بحول الوود سكراب، بستفيد من المصنع اللي حطيته. والله ما يروح عبه. تعال يا قلبي. حول لي الوود سكراب هذا إلى الوود اللي أبيه. أكبر كمية. أوكي جانا مطر، بس أهم شي مو بمست. وعطنا البيكاكس يا جميل، عطنا أحلى بيكاكس. أيوة هذا الجو الحين. هذا إيش يسوي هنا؟ عطشان. والله الماي قرب يخلص. عطشان يا برق السماء بموت. يا سلام بيكاكس، يا سلام. الحين الرحلة جميلة جدا إلى المنجم. قبل هذا ودي برحلة هناك، وقبل هذا ودي المصنع الأخير في الوركشوب اللي هو هذا المونشاين. على فكرة الجلد الدائري يا شباب اللي قبل شوي كان موجود هنا، أنيمال هايد. بعد ما أقتل الذيب أو الدب يمديني أجيب الجلد حقه ويعطينا الليذل هذا. طيب هذا وش فائدته؟ وش فائدته أكفى؟ ما زال يعني في شيء مش مفهوم عنه. كيف حجمك يا جميل؟ المونشاين مفروض يكون قريب الأكل. الكحول أجله. أوكي إيش عندنا جديد هنا؟ البوز، جيب له غرشة فاضية وجيب له سكر وماي ويعطيك أحلى بوز. أوكي مسألة الماي هذه مهمة جدا، لكن قبل أنام حتى نستغل الوقت صح لازم أني أحط شو اسمه. عندنا كمية وفيرة، نعبي من هذا الكومبوننت حتى أنه يشتغل أثناء نومنا ويخلص. والحلو هذا ناخذ منه 2 بدل لا يروح النوم كذا على الفاضي. نشغله ساعة ونص، هذا اللي ما منها فائدة. لمدة 2 ساعة أو 1.5 ساعة. خلنا نروح ننام بس، والله ما أشوف شيء. الغريب في الموضوع أن الحوادث اللي كانت تصير وننقذ الناس خلاص ما صرت أشوفها أبدا. فهذولاك يا شباب كانوا مفيدين من ناحية التريد، يوم يصير حادث تروح تبادل بشغلات تكلفك مشاوير عشان تجيبها. الحين بناخذ رحلتنا. اغلب المصانع في احد القوائم خلصتها، خلنا بس استعرض لكم على السريع. هنا موضوع بيسك فاير، بعدين لا جينا نطبخ شغلات مش مهمه. هنا برضو نفس الشيء الطبخ. هذا الجنريتر اذا احتجنا للاضاءه بعدين بنحطه. هذا الوتر بروح بجيب الحين اول شيء لانه ياخذ وقت. في براميل ماي يمديك تعبي كميه كبيره من الماي في مكان واحد بدل السطل الصغير كل شوي تروح للبحيرة وكذا. تصير تشل هذا معاك وتعبي من البحيرة كثير وبعدين تحول، يعني كذا تسرع العملية. ووتر تانك ما أدري هذا نفس البرج تقريبا شيء زي كذا. ووتر سبلاي الله يكرمكم، حسيت نفس نظام الحمامات كذا يصير عندك ماي. هنا اللوج كارت ذكرني بنشت، هذا تجمع الخشب في مكان واحد. أوكي أخيرا العجلة هذه عرفت وش فائدتها، عشان العربانات زي هذه تصير تنظم البيس عندك، ترتب الخشب في مكان. يقول لك يسرع حركتك، فوزن مثل 120 كيلو، أنا بس أشيل تقريبا 100 كيلو، هذا 120 تشله وتركض فيه، فيمدينا ندفع الظاهر. هذا العجلتين بجيبهم بجرب إن شاء الله. هنا إيش عندنا؟ هيلينج ستيشن، هيل سرفايفل، أوكي، بس الحوادث اختفت توني أقول، يمدينا نعالجهم. هذه القائمة خلصتها، باقي لي آخر شيء اللي هو أهم شيء. بعد ما نرجع من الكهف نجيب الايرون انجوت والكوبر عشان اصنع الرصاص، وبعدها بتكون رحلتنا الاخيره للبوس الثاني والاخير. هنا فيه مباني يمديك تبنيها، اذا زي كذا ما حصلت بيت مناسبني ممكن احط البيت وخلاص. وهنا فنس حوالين المكان ممكن تحطه
بوابة هذا يدمجون منها الزومبي أو يموتون، هذا مهم. أصير خلي حوالى البيت صراحة، هذا عجبني، مهم بس جدار يموتون تلوتهم. هذا لا حبيت تربي لك الدجاج وتصير تأكلهم من فوق. هنا السمك الله المرحوم، بيت المرحوم هذا شفناه. نفس الشيء التورات، يمديك تبني أنواع كثيرة من البيس، وهذا ستورج للخشب. هنا الكهرباء، الكهرباء ممكن الجنريتر احتاجه إذا حطيت كشافات. ليه ما حط كشافات زي هذه؟ مذربورد واحد ما عندي، استخدمت الاثنين الوحيدين اللي عندي، إن شاء الله نحصل مذربورد. السرير هذا شفناه، والستورجات الكرات اللي يمدينا نسويها رخيصة صراحة، يمدينا نسويها. هذا الاثنين يقول لك ممكن ينسرقون. شيت، يعني أنا لو رحت الحين طلعت من البيس ممكن أرجع ما حصل غراضي. هذه كارثة يا عيال، والله كارثة. لازم نحط هذه الشغلات كلها داخل كونتينر، طاولات، كراسي، أنواع الكراسي. هذا التصويب، لو عندك رصاص كثير حاب تأيم وتدرب على هذا. هنا الزراعة، من الزراعة لو تتذكرون المزرعة خليت فيها الشغلات كثير للزراعة. معليش يا حلوين، والله يا عيال حسيت المخرج يناويها شر، خففت من الأغراض ورصيت الشغلات هنا في اللوكرات على أساس أنه بإذن الله ما راح ينسرق منها أي شيء دام المخرج عاوز كذا. والله تغيرت الفكرة، أصلا أحب المكان نظيف يا شباب. كان في شيء هنا؟ كان في شيء. رتبنا الأمور، إن شاء الله أنه راح يكفي. أنا صراحة ما فيني أروح، آخرتها ما تكفي السيارة اللي أجيب حق الماي. بحاول أن تكون وجهتي دايركت بس للمكان هذاك، أجيب الماي وارجع. أقول بسم الله توكلنا على الله. شوف هذا يكسر في الشجر حتى من بعد البيس. صفط الموتر. ساعة كم الحين؟ ساعة 8:30 الصباح. المفروض أنه ما في شيء. يوه، في باندج وفي غراش، في فاس وأقلام، ملح، شوية دجاج، صخور، علبتين. أيوة في سطل ثاني، ريش، في شيء ثاني خليته في البيت. الوداعية، في حبة سيجارة. يا أخي والله أعرف إني بيجيني وقت أحتاج الاستكنان. أوكي ما في شيء. شيل، شفتي شيء في طريقك وعجبك شلة. يا سلام، والله شغل نظيف. أحلى شيء إن الصناعات حقك تنتقل، ما تنحشر في مكان واحد. أوه تعال، في بيتين هنا على الزومبي. ما عندي ستورج، والله في بيتين تركتهم في المدينة، كان ما عندي رصاص كافي لهم. خلنا نسجله عندي. حلو حلو، بنحصلنا شوية رصاص. المشكلة الحين ستورج عندي فل. عيال جتني فكرة، ليه اروح اخذ لي السطل الكبير هذاك اسوي له كرافت مدري ايش. الماكينة بكبرها اجيبها هنا، وعندي سطل فلب ونصير نعبي. شيل 10 لتر، حلوين، عشان لا ارجع البحيرة مرة ثانية. ماكسيمم يشيل 16. اوكي بعبي من الوسخان واخليها 10 لتر كذا احتياط. شوفوا هذا العشرة الستاعش اللي عبيتها هذيك اليوم، مشتنا من هذيك الحلقة لين اليوم، فالامور في السليم الحمد لله. وعاد البنزين حدث ولا حرج. الله طوّف العزبة يا عيال، هذا ما ادري ايش عاجبها، عايش الجو والله. بنينا هذا كله عشانها يعني. يا هلا، يا ويلكم، يا مرحبا. الماي والاكل والسواليف هذه كلها هنا. جميل، يطلب فايروود والله تبشر. تري بارك هذا بنحصله. الماتش، الماتش، الماتش حطيته هنا. يا طيب في 15 ماتش اعطيتك اياه. تكفى لا، نو فاير ستارتر فاوند بعد يقول لي. يوه يبينا الماتش، الماتش والماي. هذا الحلقة يا شباب اهداء لكل من طلب مني ارتب البيس. رتبت البيس قدر المستطاع. عندكم اي افكار اي اقتراحات حطوا لي اياها في الكومنت. لا تنسون تدعموني باللايك، ونراكم ان شاء الله على خير في حلقة اجمل. خطتنا شبه واضحة، موضوع الكهف البيكاكس، نستكشف المكان اللي موجود هناك، والبيتين اللي عندي في المدينة هصفيهم وبس. يا شباب شكرا للمنتسبين، وشكرا وصولكم من دعم بلايك وكومنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.